جئنا نحمل إليكم ملفات نحن نسعى إلى علاجها وعلى وجه السرعة دون تفريط ولا إفراط. على قمة هذه الملفات ملف العلاج وملف المعاشات. لما هما على قمة الملفات؟ لأنه المحامي والمحامية قد لا يحتاج من نقابته إلى شيء في فترة الإقبال الذي تقبل عليه فيه الدنيا ويقبل عليه الدخل ويستغني بما يحققه عن الاحتياج إلى النقابة سواء للعلاج أو للمعاش. يعني أنا مرضت كثيرا، وأجريت العديد من العمليات الجراحية، ولكني لم أخذ من نقابة المحامين مليما واحد. ليه؟ طالما أنني قادر على علاج نفسي أتركه للنقابة ما قد يمكن أن تعالجني به لتعالج به غيري ممن يحتاج أكثر إلى العلاج وتقصر إمكانياته عن بذل سبله. فبقول بقى إن إحنا نمرة واحد ملف العلاج، لأن ملف العلاج المريض والعاجز والغير قادر على أن يباشر علاجه. هذا الملف ملف إنساني ونقابي ووجوبي وقانوني يتصل به اتصال لزوم ملف المعاش. أيضا نفس الفكرة، أن المحامي حينما يتقدم به العمر أو يعجز عن الاستمرار في العمل ويرغب في التقاعد، هو يحتاج إلى معاش يباشر به ما بقي له من العمر ويقوم به بواجباته إزاء أسرته. ومن أعجب العجب أن يطالب المحامي الذي تجاوز 70 وبذل في المحاماة عمره بأن يقدم دليل اشتغال رغم البطاقة التي يحملها عن 20 عاما الأخيرة. ما هذا؟ ما هذا؟ طب أنا قدام حضراتكم والمحاماة مقبلة عليا، إنما وأنا حجم شغلي النهاردة زي حجم شغلي من 30 سنة؟ مش لأن أنا عجزت عن الشغل، أنا أمر طبيعي أن تتباعد الوكالات كلما يتقدم الإنسان وكلما يراعي قدرا أكبر من الاختيار إيه اللي ياخده وإيه اللي يتركه لزملائه حتى لا يستأثر بكل الصورة. يوم الأجل المحامي النهاردة اللي بيعدى 70 وواصل أو أشرف على 80 أقول له أحسب له أنه تباعد التوكيلات دليل عدم ممارسة؟ هذا عبث. هذا قضاء على فكرة المعاش التي تقوم أساسا على التكافل والتساند الاجتماعي. قس على هذا. وأنا أتحدث من واقع وقائع. الملفين دول كيما يتحقق فيهما ما يجب على النقابة أن تبذله. خلي بالكم على فكرة، ودي أنا دعوة سأدعو إليها، مش بس اللغة العربية الصحيحة والنحو والصرف الصحيح. هذه هي المحاماة. لا محاماة بلا لغة. اللغة دي أساسا خلاص. معلش أنا أطلب منك أنك أنت ترتفع للغتي خلاص، لأنك إن ارتفعت إلى ما يجب عليك أن ترتفع إليه كسبتك المحاماة. خلينا نكمل. للقيام بهذين الملفين يتعين وهما يتصلان أولا بالارتفاع بمستوى العلاج والارتفاع بمستوى المعاش في صوره المختلفة، يستلزم أولا ارتفاع ميزانية النقابة. ارتفاع ميزانية النقابة يعني ارتفاع دخلها. يرتفع الدخل ازاي؟ نحن لدينا ملفات للإيرادات، عندنا الدمغات ملف مش كده، عندنا أتعاب المحاماة ملف، عندنا رسوم. أنا هقول يا فندم والله أنا مذاكر يعني
حبيبنا على فين؟ حبيبنا عندنا رسوم الشهر والتوثيق باب ايرادات، عندنا ملف استعادة الأراضي التي تركت لتعود من حيث خصصت للإهمال الذي بلغ مبلغ العام في سداد أقساطها، كل ما ننجح في استرداده إضافة للإيرادات. الإيرادات مش مجرد إنعاش وضبط أيضا، يعني مثلا ملف الدمغات ممكن أن تتسرب أفرخ كاملة من الدمغات لتوزع خارج نقابة المحامين وتضيع دخولها على المحاماة وعلى النقابة وعلى المحامين. هذه إذن ملف الإيرادات أو بالأحرى ملفات الإيرادات تحتاج أولا إلى الإنعاش وتحتاج ثانيا إلى الضبط. حينما ترتفع الإيرادات يبقى هذا مؤشر إيجابي، ولكن هناك بند آخر قد تتسرب منه الإيرادات تسربا غير حميد. ليه؟ إذا ما أنفقت الإيرادات سودا للمؤتمرات والولائم والمآدب والرحلات الترفيهية وشراء الإيه؟ الولاء إلى آخره من هذه الصور، يبقى ضبط الإنفاق مع زيادة الإيرادات ترتفع ميزانية النقابة، وحينما ترتفع تزداد قدرة النقابة إذن في توظيف آلياتها في استقامة ونزاهة في الملفين الكبار دول.